في اوضه والشغلان. قول الاكل الحرام يخاف. بس بكره اللي كلوا يفسدوا. طبعا مش كده؟ امال لا، بس احنا لازم نشجعه ان هو بطل، ولازم هو بطل تجاره ولا بطل ده اللي احنا هنعرفه منه. هو معانا واسمه ربيع، بنقول له اهلا وسهلا. اتفضل يا ربيع. تعال يا ربيع. اهلا وسهلا. صباح ربيع. صباح الله يسلمك. عارفه اذا كان بطل ولا لا؟ هنعرف. انا جايب لك واحد بيفتح انا الست استعد. يا قوم يلا وريني اعمل لي سبعه ضغط على الصباع الشمال. تصدق ممكن اعمل. تمام يعني ربنا كرمك. ممكن. الحمد لله. لا يا حبيبي ربنا يخليك. يعني احنا عارفين يا ربيع ان انت كنت ربيع بهزر معايا. لا والله عادي. بس الحمد لله ان انت ربنا هداك للطريق السليم. اصل واضح ان ده وقع في اول مطب في الطريق. ربيع انت بطلت الحمد لله انك انت تاجر كده ولا ايه؟ ايه لحد كده ممكن. ده قال لي ايه؟ لا اللي يدخل على اللجنه بالظبط تقول له ايه ده؟ لا انت يا باشا متهيأ لك. يلا ايه يا باشا في ايه؟ قال لي انا متهيأ لك. انا اللي متهيأ لي. مش انا يا باشا. يا باشا لا ده كويس. لا ده بالنسبه لاصحابي كويس قوي. ده ابن ناس طالما جاي في الهاها بس كفايه. ربيع انت كنت بتاجر في بس يا عشرة. والله جات لي كريزه وربنا. يعني تاجرت فتره في المخدرات وبطلت الحمد لله. انا كنت بتاجر. دلوقتي ببيع بس. مش هتاجر. انا اول مره اشوف مجرم صريح كده. لا يعني الناس دي بتتاجر في المخدرات بكل امانه وشرف. يعني انت كنت بتتاجر في المخدرات وبطلت. دلوقتي ببيع بس. ما هي التجاره. لا لا تختلف. التجاره غير البيع. يعني التجارة ده حاجة كبيرة جدا. تجارة لكن البيع. أرد عنك ولا إيه؟ أنا والله متوقع. أنا تمام. هو نفس الكلام والله العظيم. يعني هو بيرد بنيابة. يعني أنت بطلت تجارة الحمد لله. خلاص أنا دلوقتي عايش سرح في الملكوت. يعني بتشتغل في إيه؟ دلوقتي انا ما بشتغلش، بس انا ابتديت بقى بتاع مزاجي بقى اشرب كل حاجه حضرتك تخيلها. يعني انا شربت بانجو، شربت حشيش، شميت كله، يعني اي حاجه. الحمد لله. كويس. وبطلت الحمد لله. الحمد لله. عارف حضرتك الكاوتشات الجديده؟ الكاوتشات الجديده. كوتش كوتشي. مش بيبقى فيه اكياس بيضه كده بتخلي ريحته حلوه؟ اما بيكون جايب واحد نفتالين. نفتالين يا بيه. زي النفتالين. عارفه حضرتك؟ ده حلو ده. والله ده مفيش حاجه الا انه يطلع لنا من جيبه مرهم بواسير دلوقتي. مفيش حاجه ناقصه. مفيش حاجه ناقصه يا حاج. والله العظيم. والله العظيم. ايه؟ اصل بيعملوا دماغ. دماغ ايه البتاع اللي بتبقى في الجزم دي؟ والله العظيم. بتبقى كيس كده فيه بتاع كده. والله. دي بتشربها؟ لا. مريض. دي حلوه للكوتش. بتخليه يعني احنا الحلقه مش على الكوتش عموما يعني. لا حول الله يا رب. معرفش انا حلقه عن المخدرات. دماغي جابتني في الحوار ده والله. الواد ده هولندي. الواد ده لازم يعيش في هولندا. مش ممكن. يعني انت دلوقتي الحمد لله وقدام الجمهور بطلت تجاره. بطلت تجاره. تجاره حرام. تجاره حرام. انت دلوقتي ايه؟ انا دلوقتي وشربها حرام برضو. اصل الجسم ده امانه والله. مفروض يعني تعالى نتكلم بجد شويه.
الجسم المخلوق اللي من طينه ده اللي ربنا سبحانه وتعالى صنعه وادى لك الكتالوج بتاعه تعمل ايه وتاكل ايه وتبعد عن الحاجات إيه. لما انت تحط له اي حاجه مضر ليه ايوه يبقى انت بتخن الامانه على صحتك. مش كله مش كله مش كلنا مش كلنا كده. اللي بيتاجر حرام واللي بيشرب حاجات حرام. مش بشرب كله بشرب بس اللي هو اصل حضرتك عارف ان انا اصلا مش هستغنى عن الموضوع ده. صح هنعمل بيزنس لا يمكن ابطل لا يمكن ابطل لو هتقتلوني. يعني انت حاليا بطلت تجاره وبقيت ايه؟ حقوق. والله يا نهار عجباك دي ها؟ بطلت تجاره دلوقتي ايه؟ حقوق. عموما احنا بنعتذر للجمهور طبعا. اعتذر ايه؟ ايه؟ احنا كان نفسنا يبقى حد قدوه. انا قدوه لمجموعه من الناس. مجموعه من الناس شويه اللي هم مين؟ الضريبه. قدوه ليهم على اساس بتخدمهم. بخدمهم وانا شجاع. شجاع انا بظهر اهو عادي. بتظهر يعني طالع في البرامج ومش بس حرام يعني يعني هتعمل ايه؟ هتقول لربنا ايه؟ بص لحظات ربيع يعني احنا بنشكرك جدا. اما تقابل ربنا هتقول له ايه؟ بس على جرأتك دي عموما بس يا ريت تبطل ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله سنه كده وممكن يا رب في السنه دي ما تقبضش عليك ان شاء الله. شكرا ربيع. بنشكر ربيع. بنشكر ربيع. سنه داخل في الشاشه. راح الشاشه داخل في الشاشه يا عم. ربنا يوفقه ربنا يوفقه بس بسرعه شويه يعني الازاز يتسلق. احنا عموما بنناشد الشرطه ده نموذج جبناه. ايه يا عم قلت الكرسي عالي وانا اللي حصل في دماغي ولا ايه؟ ربيع جسد طالنا ولا اللي ايه؟ اللي ولا دماغ اللي عالي انت مش عارف. يعني احنا بنحاول نسلم.